رمضان راه جاي خواتاتي وبناتي، رمضان راه جاي، لازم تكون مدبرات، لازم تكونوا مقتصدات، لازم تدبري راسك كيما نقولوا حنا. كل شيء راه غالي، كل شيء راه داير، لازم ديري. نولوا لعاداتنا وتقاليدنا كيما ماتنا زمان، بالملعقه وانتي خبيتي علب ارطل طماطم، بالملعقه وانتي خبرت وانتي خبيتي الزيت، بالملعقه وانتي خبيتي لاتاي، بالملعقه وانتي خبيتي السكر، الطعام، الروز، هادو كاع المواد نسحقوهم ان شاء الله في شهر رمضان. لازم تكوني مقتصده ومدبره هكا باش تقدري تعاوني روحك وتعاوني الزوج تاعك. كل شيء راه غالي، كل شيء راه النار النار النار، وعاد ما نلقوهمش. لو كان غير كانوا كاينين ثاني نقولوا معليش. كيما كل مره تجينا ازمه تاع زيت، تجينا ازمه تاع فرينه، تجينا ازمه تاع السميد، تجينا لازم تكوني دايره في بالك بلي راه عندك في البيت هاد الصوالح، لازم ما يخصوكش من بيت الخزين تاعك في البيت. تكوني دبري راسك، شري بيدون وبدي تنقصي في الصوالح هادو. يجيك ضايف على غفله، تكون ازمه ولا حاجه، تكوني حمد ربي وشكراته. نتمنى هذا الفيديو تستفادوا منه وتبعوه حتى الاخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى كيلحقكم الفيديو تكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو تحضيرات لشهر رمضان ان شاء الله، مع الازمات اللي رانا نمروا بها كل مرة. كيفاش كان واحد المواد الغذائية كل مرة، كيفاش نفقدوهم كيما نقولو حنا في السوق، ولا يبيعوهم للكليون تاعهم، ولا كم عارفين مش قاش نهضرو بزاف. المهم اليوم جبت لكم وصفه تاع امهاتنا وجداتنا كانوا يديروها، وكانت في ذاك الوقت المواد الغذائيه ما كايناش، ماشي كيما هذا الوقت كاينه بزاف وهي مفقوده. جبت لكم هذه الطريقه هكا باش نعتمدوا عليها ان شاء الله باش ندسوا وندخلوا الشهر رمضان. كاين اللي مسكين ما عندهش كيما نقولوا شهريه، ما يخلصش بالشهر، عامل يومي هكا اللي كتبه له المكتوب يجيبه. هنا كما راكم تلاحظوا اصلا حنا رانا مصرفين بزاف ونستهلكوا هاد المواد، زعما استهلاك خيالي في الحق. زمان زمان ما كانوا يستهلكوا هاد المواد، كانت صحتهم جيده، كانت كانوا عندهم صحه خير من صحتنا، كانوا ياكلوا المواد الطبيعيه. المهم نروحوا لل التدبيره تاعنا تاع اليوم. مثلا عندك جابلك الزوج تاعك 5 لتر تاع زيت، واش ديري في هذه 5 تاع لتر تاع الزيت؟ دائما جيبي قاروره مثلا، كاع ما عندكش القرعه غير قرعه هكا تاع سعيده، ولا ناقصي وبدي تنقصي فيها. عندك قرعه تاع زاج كيما هكا ثاني بدي تنقصي فيها، كل مره تنقصي كاس، تنقصي نص قرعه، تنقصي وتخبيها، ما تخليهمش شغل، ما تروحيش تجبديها، خليها ديري روحك كاع باللي ما عندكش. من رمضان ان شاء الله تلقي روحك كيما هادي، راه كنت كل مره نقص، كل مره نقص، كل مره نقص، تلقي المنقصه لتر زوج حتى 5 لتر هكا. ممكن تخلي لتر، لو لقيتي روحك لتر تخليها للسلطه نيشان للسلطات، 5 لتر للقلي. ونستحفظوا ما نقلوش دائما، شويه نكونوا مدبرات هكا باش نستحفظوا على الزيت وما نستهلكوش الزيت بزاف لصحتنا ولصحتنا كثرتها لصحتنا. دوك كلشي القلي القلي، مثلا كاينه بطاطا قادره تقليها ديري تفوريها، ديريها كرات، ديريها تغليها هكا شويه، تكوني مدبره. هنا الزيت كيما قلت لك، جيبي علبه كيما هكا ولا قرعه هكا كاع تاع بلاستيك ولا، ونقصي منها نقصي منها نقصي منها حتى لي تحصلي على. وكاين تاني زيت الزيتون، هاني هو تاني هو راه غالي بصح هنا كتدبيره دائما زيت الزيتون خليه للسلطه هكا، خدمي به للسلطه تاعك. هنا نروحوا للطماطم. الطماطم موتنا تاني كان ينقصوا بالملعقه، كانت بالملعقه تنقص، تجيبي بقاله تاع زاج كيما هكا وبدي تنقلي فيها، كي تحلي علبه كيما هكا تقلعي هذيك الملعقه، ملعقه ولا زوج تاع طماطم في بقاله هكا تاع زاج، وديريها في المجمد تقعد لك كيما هي. وما تحلي علبه تاع طماطم تفرغي فيها هذيك الملعقه هكا، تلقي روحك
عمرتي علبة واقتصدتي وما استهلكتيش. اصلا هاد العلب الطماطم تاع العلب تاني مضرين بالصحة، لو كان نصيبو نقصوا من الماكلة تاعهم، نقصوا نديرو الطماطم الطبيعية تاني، هي راها غالية بصح الله غالب شان نديرو. كي يكون الموسم تاعها نشروها ونخدمو بها الطماطم تاع نستحقوها في رمضان. هنا دوك نروحو القهوة ولا تاي. كيما قلت لكم القهوة تاني ديري بقالة كيما هكا تاع للقهوة، نقصي فيها كل مرة، نقصي فيها شوية كل مرة، نقصي فيها شوية حتى تلقي روحك عمرتي هاد الزجاجة تاع القهوة. كي هاد الهضره اللي راني نهضر فيها لهادو اللي متزوجين جدد، هاد الصغارات اللي عاد غادي يكونوا مخطوبين وغادي يديروا عائله، يدوا هاد الافكار. احنا تاني هاد الافكار تعلمناهم على امهاتنا، علموهم لنا احنا تاني، نعلموهم لخواتاتنا والبنات الصغار اللي راهم طالعين. وعلى بالكم وهاد الشغل غير بسنين التوالى اللي ولينا نخدموا بهذه الطريقه، خاطرش الله غالب كل شغلة ودراهم ما ولوا يديروا والو. كذلك السكر لاتاي، ثاني لاتاي كل مرة ساشية كيما هكا تقلعي منها، لو كان يا ربي مغرف ديها في بقالة ولا في ساشية راكي عند راكي في الفايدة، راكي في الفايدة. ها تقلعي غير شوية دسيها تلقي روحك لا يمتي رطلت على اتاي. كذلك السكر، السكر تاني هو دائما نقصي من الكيلو، نقصي شويه في بيدو ولا في بقاله ولا كل مره نقصي شويه راكي في الفايده. هكا ما يجي عندك ضيف على غفله، مثلا تكوني رايحه لبلاصه تقدري غير من البيت تاعك تدي هذيك الحاجه، ما عندكش دراهم باش تشري، كيما يقول لك مول التاج ويحتاج. نهار تلقى روحك ملايمه هاد الصوالح. والفيديو القادم ان شاء الله نعاود نكملو كرتونة رمضان، ان شاء الله نكون فدتكم في هذا الفيديو. هادو هما المواد اللي قلت لكم اللي نقدروا نخبو منهم. كاين تاني مثلا الطعام، كاين زمان الطعام كنا نفتلو ولا نشرو الطعام المفتول تاع اليد، درك راهم كاينين غير هادو. تاني تقدري تخبي، يا تخبي ساشيه كيما هكا، يا تقسمي تاني الساشي كيما هكا تقسمي الكيلو وتخبي. المهم تكون نفس النوعيه كما هذا متوسط، نفس النوعيه ماشي تخلطي الاخرين، تكون نفس النوعيه. كذلك كاين الروز، الروز ثاني هو لازم تنجمي تقلعي الحمص، هادو كاع تنجمي تنقصي منهم الشهر رمضان هكا باش ما يجي شهر رمضان ان شاء الله غير تلقي روحك لا يمتي اوما شويه نقصتي على روحك شويه. كاين تاني الايزيس كيما هكا، كي تشري بيدون ولا تشري قرعه كيما هكا ولا تاني تنقصي كل فتره تنقصي شويه، انا ديجا منقصه من هذه كيما راكم تشوفوا، نقص في علبه كيما هكا صغيره ولا تنقصي تاني في بيدون. بيدون كيما هكا يكون خاوي، كل مره تقلعي فيه شويه كل مره تقلعي فيه شويه تلقي روحك دايره لتر ولا حتى 50 لتر. دائما كي كانوا كاينين دراهم يديروا كنا ما على بالناش، بصح دروك الله غالب كيما يقولوا صل الموس للركبه، انا نقتصدوا بلا اقتصاد. هنا كيما الشيكولا هذه تاع الاطفال ثاني تنقصي منها ولا نعطيك ثاني تدبيره، نهار اللي تشوفي الشيكولا هذه كملت لك واش ديري؟ عندك الكاكاو، الكاكاو البني اللي النوعيه الجيده جيبيه كيما هكا. هنا مازال ما كملتليش، مرات كي تكمل لي كانت كي تنقص نقص نقص وراح العلبة. مرات كي تكمل لك الشوكولا هكا تاع الاطفال واش ديري؟ يكون عندك الكاكاو، الكاكاو البني النوعيه الجيده، زيدي لها سكر زوج ملاعق مثلا كاكاو، زيدي لهم زوج ملاعق تاع سكر وتنجمي تخدمي بهم الشوكولا هذه. هذه غير كاكاو وسكر، المهم يكون الكاكاو من النوعيه الجيده. وانت كي حضرتي الشوكولا تاع حليب للاطفال، وتاني شهم المواد اللي نقدروا نخزنوهم كيما قلت لكم لاتاي، السكر، القهوه، الطماطم، الزيت. ثاني راني عطيتكم هذه الوصفه هكا ان شاء الله تنفعكم برك، وتبعوا هذه التدابير، تدابير مليحه.
مثلا تاني نشرو الزبيب تاني نقصو منه، البرقوق تاني نقصو نقدرو نقصو منه. زيدو تاني شنشرو، هادو هما المواد اللي نستحقوهم في شهر رمضان ان شاء الله، ويكون عليهم الطلب بزاف 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 بزاف، كيما الزيت، الايزيس، القهوه، لاتاي، الطماطم، هادو اللي نستحقوهم كثره في شهر رمضان. هكا لازم تكونوا مدبرات بالملعقه، وانتيا خزنتي رمضان ولا درتي كرتونه رمضان. انت ان شاء الله برك الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. ما تنسونيش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك وتعليق محفز.